يخليه يخوض في سيلو. كاين هنا دوك يخوض في سيلو هما بزنازة وجابوا واحد ولد دربهم تا هو تا هو بزناز. الدراري هما اصلا بيضاوة شراء 81 بيضاوة هما راه معروفين. واحد كيقول لك طية وخو الاخر ما بقيتش عقلت عليه داك البزناز معروفين تما بالملقان ديالهم دريباسين قباح كما قلتي معدين مجرمين. المهم ما عرفت كيفاش طرا ليا مع الصباح طايف مع واحد من هذوك الخوت طايف معاه. ودابا المشكل دابا في السيلون ملي كنبغي نطيبو اتاي ولا شي جميله في المثال ويطيب شي حاجه كتكون واحد الحجره كتكون كنقولها حجره ولا هي جوره ديال بيت النار باش كيبنيو اللي كتكون في الفرن اللي كيطيبوا فيه الخبز. كتكون واحد الياجوره كتحفر فيها بالمسمار هاك وتعمل هاك وتعمل هاك. علاش؟ باش كتجيب واحد السلك كيقول لها ريستونس باش كتركبوا فيها بالضو باش هو كيشعل كيعطي الحموريه وكتسخن ديك الحجره باش كتولي طيب عليها تاي. ايوا دابا كيما قلت لكم انا داك الريشو شاعل وداك الريشو حمر حجره حمراء وداك الريستون سوا حمر. او دابا ملي كنطيف انا وداك الخوت مع واحد جا واحد فيهم اللور ويشدني ديك الشده بحال ما كتعرف ديك الشده بلا ما كيشدك بحال ما كيشدك الخواف راه يقتلك بالرجوله. جوج الناس محامين عليك واحد مشاد انت وياه واحد يشدك بحال ما كم اللور يغيظك ولا يقدر يقتلك. انت علاش الخواف ديما هو راه خانقك ويسحب راسو كاع ما خانقك. انا شعقب درت مني مشاد مع هذاك اللي شد قاجني من اللور وانا نشد داك الريستون تولي بحجر احمر والله يتحمر. ما حسيتش بديك العافيه ولا حسيت بديك السخونيه. ما شديتو بحال ما كنا نحطو ليه على بخاد رجلو هو يطلق مني. من يطلق مني ما عقلتش كيفاش شديتو بحال ما كو ودورتو قدامي. مني جيتو قدامي على ظهرو صبعي حطيتو لي على عينو بحال ما كو زعما قلت ليه نوض راه بلا ما نجبد لك عينك. جاو مالي الوقت ما سمعو الصداع وداك الشيء. جاو مالي الوقت خرجونا هذوك الدراري البزنازة وداك البزناز اللي معاهم تا هو صحيبهم كبر على مالي الوقت وطابقوا عليا مالي الوقت. هادشي راه في عين عليهم هما هذاك البزناز دبر كيما قلت على مالي الوقت. مال الوقت داروا لي هذيك الفلاقه كما كنقولوا لها حنا الفلاقه. كتكون واحد العصا وكيكونوا دايرين لها واحد القنبه بحال هكا كيخشوا البنادم رجليه بحال هكا. قالوا لي خشي رجلك هكا وكيدوروا بحال هكا باش كيتزيروا رجليك باش كيبقاو رجليك بحال هكا. ظهري على الارض بحال ما كان هي ورجلي مهزوزين بحال هكا وداروا بيا اربعه الموظفين اربعه الموظفين ومعاهم شاف تيطانسي تا هو واقف شاف تيطانسي هذوك ولي شاد الكرة. وهذوك اللي كيضربوا هذوك الموظفين هذوك ها بلا نطول وخا موظفين بلا نطول كلشي على رئيس المعقل. رئيس المعقل واقف وهذوك ربعة الموظفين واحد شاد هذيك العصا من هنا وواحد شاد من هنا وواحد من هنا شاد تيو والاخر من هنا شاد تيو. واحد دابا كيهبط بالتيو بحال هكا ومني كيطلع هذاك اللي من الجهه الاخرى تا هو كيهبط بالتيو. دقه طالعه ودقه هابطه. عاد مني ضربوني مزيان كيكبوا لي الماء على رجليا بحال كيكبوا لي الماء على رجليا عاوتاني كيضربوا. ولا كنقسم لكم فمي بالله العالي العظيم ما طلبتهمش وما قلتش ما طلبتهمش. او داوني الكاشو من داوني السبيطار هو الاولاني بعدا اللي داروا لي الدواء الفاصمة عليلي. داروا لي الفاصمة والدواء عليلي كيما قلت لك وداوني الكاشو. تقريبا الكاشو ريح فيه شي 15 يوم وانا في الكاشو. هزوني ترانسفير عاوتاني للحبس ديال القلعة. داوني كيما قلت لكم عاوتاني ترانسفير للحبس ديال القلعة
دخلت لواحد السيلون وداك السيلون وانا لقى فيه واحد الحقار ديما كيدور ليا بجنابي ما نكذبش عليكم ديما كيدور ليا بجنابي كنعيا وما كنهضر معاه كنقول يا ودي وقرني بعد مني تقريبا شي شهر ولا قل من شهر وانا كنت برا منه وانا في السبعينات والثمانينات كنت صحيح واخا كنت صحيح ما كنتش موعدي انا ايوا كيما قلت لكم شهر وانا كنت برا منه ما بغاش يعيق او في الصباح مخرجين ما كندورو في الكور كيف شي في الصباح كندورو بحال ما كان في الكور كندورو شي ساعه ولا ما عرفت شي ساعه ونص في الاخر كيدخلوا للسيمون في السدو عليه السيلو اللي خرجنا منه كاين حدا الفرملي كاين حدا الباب كاين الفرملي هذاك الباب ديال الفرملي محلول بحال ما كان هي وهذاك خينا مع داك الصباح بقى كيبدا يعيق عليا عاوتاني وبدا عاوتاني بدا كيهضر وبدا كيبلبل عاوتاني غيت من نجمع عليه ومع عباد الله بزاف كيدورو في الكور بحال ما كان ما نكذبش عليكم عرفتي ما كيعاني مع داك الصباح كنت مغلغل طالع ليا الدم معصب مزيان عرفتي شدو وحده بحال ما كنش دور كاني شديتو دورتيلي عرفتي مع شدو ودورتيلي وكنجبدو دخلت فيه بدماغ واحد هنا والله ما نكذب عليكم لا عباد الله سمعوا الدقه ملي دخلت فيه بدماغ انا ملي دخلت فيه بدماغ هو يهبط الارض دوختو يهبط الارض جا عاوتاني كيما قلت لك مالي الوقت هما ديال الحبس ديال القلعه هادشي كنقول لكم انا راه 81 جاو تاني دوك الموظفين جاو القلعه عاوتاني تاهما نفس المشكل فين داوني داوني حدا البيرو فين كاين فين كاين المدير انت فرشي خليك ليش في عين عليه مؤمن ما درقونيش على بنادم فرشي خلي عطاوني في عين عليه مؤمن عطاو لي وصل الكور قدام بنادم من كنت قلت لكم كنت طايفت مع داك خينا اللي كنت ضربته بالحجره ريسونس حمر عين عليه مؤمن عطاوني قتله ديال العصا قدام بنادم تيو طالع وتيو هابط وما قلتش اح وما طلبتهمش الله يمن كذب عليكم بالله ولا كان علاش هما كينزلوا عليا بالتيو دقه هابطه ضربه هابطه وضربه طالع علاش انا ما كنقولش اح علاش كنجمع وكنتغضب فهمتيني كنقول لهم قبح الله والوقت فهمتيني هما اللي نشدوا طرق لي عنب هو حق الله ولا كان قبح الله والوقت واخا كاع داروا معايا داكشي كتقول في المتا راه غنضرب الحبس ونخرج ونتاقم منهم ونديروا نفعل واخا كنخرجوا نقولوا خليهم منهم المولاه كنساو داكشي بالرجوله كما قلت لكم مني مشيت الحبس ديال القلعه من داك المشكل اللي كان وقع ليا مع داك خينا اللي كنت قلت لكم اللي شديتو بحال ما كان شدو ودورتي ديك جبده وحده دخلت بيه بالدماغ هبط الارض ولكن الموظفين ديال القلعه ما ضربونيش قدام بنادم بالرجوله ما ضربونيش قدام بنادم ستروني عين عليهم من ما سترونيش ضربوني قدام بنادم حنت لبغيت تضرب بنادم ولا لبغيت تعمل لي شي حاجه ولا شي كدا ستروا على بنادم في الحبس ما ضربوش قدام بنادم عين عليهم من علاش ضربوني قدام بنادم بس زعما يخلعوا الحباسه ولكن الحباسه ما كيخافوش حباسه ما كيخافوش حنت حباسه عاطين واحد السميه واحد النويطه قال لك الحبس ما يخلعناش والعبد ما يخوفناش ايوا كما قلت لكم في الحبس ديال القلعه ملي طايبت مع داك خينا داوني خرجوني حدا المدير فين كاين البيرو ديال المدير وطيطانسيو كان عندي واحد الموشطاج ديك الساعه باقي مغول وباقي الموشطاج ديالي كحل كنت باقي تبارك الله شاد هذيك الساعه واش غادي نقول لكم ما نكذبش عليكم طيحوني العصا كما قلت لكم داروا لي عاوتا هما الفلاقه كما كنقولوا الفلاقه القنبه من هنا وخشاو لي رجلي بحال ما هكا هما كما قلت لكم دوروا مزيان بالزيره خلاو لي رجلي بحال ما هكا وداري في الارض وتيو طالع وتيو هابط الثالث كيكب في الماء ولكن ما قلتش احتهم ما طلبتهمش بالرجوله حيت منك يعطيو قتلة العصا في الاخر كيطلقوك كيقول لك دور بحال هكا الدور بس زعما ميتنفخو لك شي رجلي دابا انا مني كندور بحال هكا في الكور هما الموظفين اش دايرين واقفين واحد حدا واحد كل واحد واقف فهمت علاش وانا ديري ليا المينوط ايديا ورايا وكنجري حافيا
بس زعما مني كتجري علاش هما كل واحد واقف فوق باش ما تدخلش في شي حائط ولا شي حاجه شحال من شجون كيدخل في الحائط. دابا انا مني كنجري في الكور وكندور بحال هكا مني كنجي حدا الباب البيرو ديال المدير واطي طنسيوك بين حدا بعضياتهم حدا الباب كيطبع الصاو كيشوفوا فيا انا مني كنضرب الدوره وكنقرب حداهم بحال ما كنتقاد معاهم كنبقى نشوف فيهم كنتخزز عليهم. دابا مني كندور وكنقرب حداهم كنبقى نشوف فيهم ونتخزز عليهم ما حملوش هذيك النويطه هما يقول لي ردوا القافله الجوجه عاوتاني طيحوني العصا والله ما نكذب عليكم بالله عطاوني القافله الجوجه عاوتاني ما طلبتهمش بالرجوله ما طلبتهمش وفي الاخر مني ما رضاو شيء خلاو لي المينوط ايديا ورايا وما عيطوا للحلاق عيطوا للحلاق حيدوا هذا المدير اللي عطاهم هذه الايده ما عطاونيش قتلات كما قلت لك خلاو لي ايديا ورايا بالمينوط وعيطوا للحلاق حيدوا لي المشطاج بلا ما بلا والو كرطوا لي المشطاج ديالي بلا ما بلا والو وداوني الكاش داوني الكاشو شي سيمانه ولا وانا في كاشو بالرجوله هنا في السبعينات والثمانينات كانت حقره بالحبس وكانت يعدوا بالحبس بالرجوله كانوا المشاجين هما اللي كانوا شارين الحبس الداخل هما دابا بالنسبه دابا الحبس راه ولات فيه الحقوق ولات فيه الماكله مزيانه بالرجوله بالحبس ولات فيه النظافه لانه في السبعينات والثمانينات كانت الصوبه كيجيبوها قبل ما يجيبوا السيلون بقى الصوبه جايه في الكارو كتشم ريحتها كتعطعط فهمتي علاش انا خدمت في الكوزينه ديال الحبس كاينه بطاطا وخيزو كما كنقولوا حنا ومطيشه في الفريغو في الفريغو كاينه مطيشه اللي كتولي فيها الصوبه كتولي بيضة بحال الصوبه فيها بحال اللي تقول كتصوب كتغمل والله ما نكذب عليكم بالله واللي كيطيبوا ما عندهم كسر كيه الصندوق وكيقلبوا ديرك في هذيك العيبه اللي كيطيبوا فيها اللي كيطيبوا فيها العجز سوا من كيطيبوا تلقاه بالحجار ديالو بكل شيء كانت الماكله خايبه بالرجوله في الحبس في السبعينات والثمانينات وتاتي مني كان كيبغي يعمروا بالحبس كما كنقولوا حنا السنطورو داك النعناع والله ما كيغسلوا كيشدوا الرقه ديال النعناع كيلوها بحال هكا قصايده معقوله كيلوها معقوله بالرجولة وكما قلت لكم الناس في السبعينات وفي الثمانينات تكرفصوا الناس في الحبس بالرجولة الناس في السبعينات تكرفصوا في الحبس ومنهم عدد مساكن ماتوا في الحبس علاش منهم عدد ماتوا في الحبس كانت تيعدوا تهم الموظفين كان شي واحد نيت كيكون مسكين صحيح وكيكون دري في شكال ولا كدا وكيوقع عليه شي مشكله بالحبس ولادي ولا كدا كيشدوا الموظفين كاين اللي كيعطيو قطرة العصا وكاين اللي كيموت لهم في يديهم بالعصا حيت كاين اللي كيعطيو قطرة العصا وكيمونطيو مع القرية برجليه وبيديه مع القرية بحال ما كيبات مع كل وليد بالقرية بحال ما وعريان مسكين زبط زبط وكيكبوا عليه الماء السبعينات والثمانينات كانت تيعدوا بالرجولة علاش هاد الهضرة اللي كنهضر الحبس مدرسة الحبس مدرسة والحبس قراية أنا حقيقة واخا ما قريت شيء الحبس قراني شنو واخا ما قريتش الحبس قراني أنا كيما قلت لكم بحال داكشي ديال الدي اس سي والمخابرات كلشي في دماغي كلشي كنعرفو أي لعيبة كنعرفها وأي واحد عندي لي صوار ديالو واخا ما نعرفو ما يعرفني عندي لي صوار ديالو بالرجولة أي واحد واخا ما نعرفو ما يعرفني يعدي لي الصوار ديالو كيفاش كيعيش وكيفاش كدا وكيفاش توصل وكيفاش هادي وكيفاش كدا اي واحد عندي التاريخ ديالو واخا ما نعرفو ما يعرفني عندي التاريخ ديالو بالرجوله يلا تهلاو فراسكم وكنشكر كلهم خوتي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب والله يطلق السراح لاي مشجون اي مشجون الله يطلق سراح يلا بارطاجيو هذا الفيديو الله يسهل عليكم في الدنيا وفي الاخره تغداو دابا
يفرج الله.